طيب قبل ما نخوض في اي تفاصيل خلينا نقول لابرز واهم المباريات النهارده. مباريات مهمه جدا، لكن نبتدي بالدوري الاهم والاقوى بكل تاكيد هو الدوري الانجليزي، واللي بيشهد في الحقيقه عدد من التاجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا في بعض من الفرق المشاركه في هذه البطوله المهمه، وبالتالي من اكثر ناس متاثره عشاق الفانتزي طبعا، ده امر مؤكد. يعني اللي جايب لعيب جديد ممكن فجاه تلاقي ماتش كده اتلغى، زي امبارح ماتش مثلا استون فيلا كان عندهم مع بيرنلي مباراه، فكذا حد اشترى واتكنز، واللي اشترى ماتي كاش، واللي اشترى ناس كتير جدا، وبالتالي المباراه فجاه اتاجلت. يعني فاكثر المتضررين هم عشاق الفانتزي، لكن اكيد هنفضل مستمتعين حتى لو في مباراه او اثنين او ثلاثه بس اللي بيتلعبوا في اي جوله من جولات الدوري الانجليزي. فنبتدي مباريات الدوري الانجليزي اللي هتلعب اليوم، واللي ابتدى منها مباراتين ومباراتين مهمين جدا. اول مباراه كانت ما بين ويلفرهامبتون وتشيلسي، ابتدت الساعه 4 العصر، والتعادل السلبي بعد انتهاء الشوط الاول بدون اهداف. ويلفرهامبتون كانوا جابوا جون بس تم الغائه. يعني المباراة الثانية كانت في نفس التوقيت الساعة 4 برضو ما بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي متقدم بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول، الهدف الأولاني لروبن دياز من أسيست كانسيلو، والهدف الثاني لكانسيلو نفسه من أسيست رياض محرز. بهتم بالأسيستات والأهداف برضو عشان الناس اللي بتحب الفانتزي، وأنا واحد منهم بصراحة، لكن كانسيلو عمل مباراة كبيرة جدا جدا جدا. الشوط الثاني على وشك البداية اللي لم ينطلق. يعني خلينا كمان نروح للمباراة الثالثة، وهي مباراة توتنهام وليفربول، ودي مباراة بتهمنا، ودي هتكون الساعة 6:30 على ملعب توتنهام. لكن في بعض الأخبار اللي طلعت قبل ساعة من دلوقتي إن صلاح مش موجود في هذه المباراة، لم يتم الإعلان عن الأسباب لو الأخبار دي صحيحة، لكن هنترقب ونشوف، والتشكيل هينزل خلال تقريبا نص ساعة من دلوقتي نتأكد بشكل أكبر من هذه الجزئية. ده فيما يتعلق بمباريات الدوري الانجليزي النهارده. خلينا نروح للدوري الاسباني النهارده، في اربع مباريات. اول مباراه كانت ما بين غرناطه وريال مايوركا، غرناطه فاز 4-1 نتيجه كبيره. ثاني مباراه اتلتيك بلباو مع ريال بيتيس الساعه 5:15 كمان 10 دقائق من دلوقتي. وثالث مباراه كانت ختافي امام اساسونا، او هتكون ختافي واساسونا الساعه 6:30 و10 بالليل لريال مدريد وكادش في مشوار الحفاظ على الصداره والاقتراب اكثر واكثر من الفوز ببطولة الدوري الأسباني من خلال ريال مدريد المتألق. طيب الدوري الإيطالي، خمس ماتشات النهارده. فيرنتينا مع ساسولو تعادل إيجابي 2-2، سبيزيا مع إمبولي 0-0، مباراة ابتدت الساعة 4، سامبدوريا مع فينيزيا لسه هتبتدي الساعة 7، وفي نفس التوقيت برضه هتكون مباراة تورينو مع هلاس فيرونا، والساعة 10 بالليل أو 10 إلى ربع تحديدا هتكون مباراة ميلان ونابولي. الدوري الألماني مباراة مهمة، وهي مباراة فرايبورغ مع بايرن ليفركوزن. فرايبورغ متقدم بهدف مقابل لا شيء. المباراة الثانية الأهم بالنسبة لنا هي مباراة كولن مع شتوتغارت، دي هتكون الساعة 6:30 نسبة كبيرة. أكيد عمر مرموش نجم منتخبنا الوطني شتوتغارت الألماني بإذن الله هيكون موجود في التشكيلة الأساسية، هو أحد العناصر المهمة جدا في تشكيلة شتوتغارت. المباراة أيضا غاية في الأهمية.